انا اليوم باش نقول برشا مرات صحه شريبتك، لانه باش توحشوها الكلمه هذه. رمضان وفي صحه شريبتك، اهلا وسهلا. يعيشك عفيف، صحه شريبتكم الكل، ودايم ربي يعني رمضان في ساعه يعني بركته، شهر يجي في ساعه ويوفى في ساعه، وان شاء الله كان تعدى خفيف، وان شاء الله كان مبارك علينا الكل ان شاء الله يا رب. وهو شهر يعني عباده، وشهر معناها في برشا حاجات حلوه تصير، نرجعوا لبعضنا اكثر في رمضان، نقربوا لبعضنا اكثر، ونحبوا بعضنا اكثر، ونسالوا على بعضنا اكثر، ونتسامحوا اكثر. ولو انه احنا القيم هذه ماذا بينا راهو العام على العام، اما على الاقل هاوكا ربي سبحانه يعني جعل لنا شهر رمضان باش اللي ما عملناهش في عام كامل نحاولوا باش نعملوه في شهر رمضان. صحيح. عيدك مبروك، منوره بالابيض اليوم بحذينا عيادي. يعيشك مرحبا بك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله يا ربي الشعب التونسي كل ان شاء الله نقول له عيد مبارك، وان شاء الله ديما تونس في امان، وديما تونس في خير. ونحب زادة بالمناسبة نقول لكل اللي فقدوا أولادهم واللي ماتوا في الثورة، نقول لهم شهداء الثورة بالطبيعة، نقول لهم راكم ما زلتوا عايشين معانا، وانتم خليتونا باش نعيشوا الحرية هذية، ونقول ربي يرحمهم وربي يصبر إن شاء الله أهاليهم الكل، خاصة في هذا العيد، في العيد الاول بالنسبه ليهم غير يعني ابنائهم، اكيد انه الطعم نتاعو صعيب برشا برشا من خلالك طبعا، ومن خلال قناه حدا بعض نقول لهم لي احنا ما نسيناكمش، راهو ديما في القلب، لانه كما قلت انت لولا الدماء الغاليه نتاعهم هما رانا ماناش كما هكا عايشين بهالراحه هذيا والتلقائيه هذيا، واللي قبل حتى في برامجنا كنا ستريسي، كنا نبداو على اعصابنا الكلمه بحسابها، تو اللي تدخل امام الكاميرا تبدا مرتاح، ماكش خايف، ما عندكش حاجه اللي تخوفك باش تقولها ولا تخاف تصدق حتى في كلمة، ولا الحمد لله يا ربي إن شاء الله هالحرية هذه نزيدوا نستحفظوا عليها ونزيدوا أكثر حرية إن شاء الله. نقول مرة أخرى ربي يرحمهم، ونحب نقول زيدا ربي يرحم فنان عزيز على قلوبنا برشا برشا وحبيناه برشا، خاصة في شهر رمضان، الله يرحمه الفنان المبدع الكبير سفيان الشعري، الله يرحمه وينعموا ان شاء الله. الله يرحمه، طبعا ضحكنا برشا وبكينا برشا سفيان الشعري، ما ننساوهش الكل لانه صديق العائله، صديق قلت انا، وانه هو من ابرز المبدعين، سامحني منيره، اللي وصل لم العائله مع بعضها باش في وقت واحد، معناها العائله الكل تتلم باش تتابعوا. اي وكان يعني قريب برشا لقلوب التوانسه الكل، حبوه الناس الكل، الناس الكل. انا سافرت معاه ثلاثه مرات، مشينا باريس مرتين ومره الجزائر، مهما نوصف لك شنو حب الناس ليه ما يتوصفش، الله يرحمه. اكيد. باهي منيره، قل لي من اخر لقاء لليوم اش فما جديد؟ ديما انشطه وانا نقدم فيك، قلت وانه ما يسجل لمنيره وانها تعمل باستمرار، ديما تسجل حضورها بالجديد، مش من الفنانات اللي تعمل عمل سنين ويقعد يخدم فيها ثلاثه اربع سنين، لا منيره الحمد لله ديما فما عمل متواصل. والله بالنسبة عفيف للسناء الأيامات هذوما الكل عملت أغنية على الثورات العربية، غنيتها أنا بالعربية ومعايا ديو أنا ومطرب إيراني، وإن شاء الله الجمعة ذي باش تكون على الفضائيات العربية الكل، أغنية صورتها من ألحان الدكتور حسن الفالح اللي هو ملحن كاظم الساهر، يعني تعامل برشا معاه، ان شاء الله باش تشوفوها على قريب الفضائيات العربيه. عملت اغنيه سجلتها خليجيه للفنان عبيد الجوهر، خلاص ما فيني ما جاني يكفيني، من كلمات الفنان والشاعر هبطت الاغنيه هذه، هي خوجه سجلتها، وان شاء الله يعني بعد العيد باش نصورها ان شاء الله. قول لنا منها مقطع على طاير منيره. قول خلاص ما فيني ما جاك فيني، خلاص ما فيني ما جاني يكفيني، أروي قلوب الناس ما حد سأل فيني، أروي قلوب الناس ما حد سأل فيني، كم كنت أقول توبة من الحب ودروبة، كم كنت أقول توبة من الحب ودروبة، وارجع
ذوق المر وارجع ذوق المر نوبة ولا نوبة. لا لا لطف عليك يا للا لطف عليك من المر واليوم نهار الحلويات عاد نتاع العيد. باهي انا تو باش ندعوك وندعو الساده المشاهدين، قلت انه ثله رائعه.